اللي هيكون موجود معانا في السادسه دلوقتي هو خوسيه مورسيا بيبي، المدير الفني السابق لاثنين من اكبر انديه اسبانيا، اتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو، هيكون حاضر معانا في السادسه من خلال الفيديو كونفرنس. طبعا بدايه اهلا وسهلا بيك في قناه النادي الاهلي وفي السادسه، بشكرك على وجودك معانا. متشكر لحضراتكم جدا وانا سعيد ما اكون معاكم. هبدا معاك من مشوار اسبانيا في اليورو. بعد البطوله مباشره استعرضنا هنا في السادسه مجموعه من الارقام والاحصائيات الخاصه بالمنتخبات المشاركه، وكان المنتخب الاسباني الاقوى على كل المستويات، الاقوى في الاستحواذ، الاقوى في صناعه الفرص، الاقوى في الكرات العرضيه، الاقوى في الاختراقات والمراوغات. ما فيش منتخب تاني كان موجود في القائمه، ومع ذلك لم يتمكن او لم تتمكن اسبانيا من تحقيق اللقب. ازاي بتشوف ده او بتفسر ده من وجهة نظرك؟ لعبت اسبانيا بطولة بمستوى من السيء الى الافضل. في مرحلة المجموعات سجلنا، اولا احنا قمنا بعمل فريق شاب لسه ليس لديه اي خبره. في المجموعات سجلنا 6 اهداف واستقبلنا هدف واحد، واعتقد ان في المستقبل ستكون اسبانيا فريق اقوى من الان. هل انتهت قوه المنتخب الاسباني مع نهايه جيل تشابي وبويول وانيستا؟ لا اعتقد، لا اعتقد ذلك. اعتقد نحن بنبتدي جيل جديد، جيل شاب، واعتقد ان جيل المنتخب الاسباني سيكون قوي جدا. لكن لازم نحتسب ان احنا وصلنا للنصف النهائي في البطوله بفريق شاب ذو خبره ضعيفه. على المستوى الدولي لم يكن لديه الخبره المناسبه او الخبره القويه. ما عندناش دلوقتي بيول ولا راموس، لكن عندنا اسماء شابه. عندنا بوسكيتس دلوقتي، عندنا بيدري، هم افضل اللاعبين من وجهه نظري في المنتخب الاسباني. لكن اعتقد ان المنتخب الان مختلف جدا عن الاجيال السابقه، لكنه سيكون قوي. قبل الإطاحة بمنتخب إنجلترا تمكن إيطاليا أو تمكن منتخب إيطاليا من العبور على حساب المنتخب الإسباني. رأيك في منتخب إيطاليا اللي كتير بيروا أنه تتويجه باللقب كان مفاجأة في البطولة؟ لا أعتقد أنها كانت مفاجأة. بالنسبة لي لم تكن أبدا مفاجأة. أعتقد أنها كانت نهائي مبكر بين إيطاليا وإسبانيا. هما فريقان أو منتخبان قويان جدا. أعتقد أن نقطة إسبانيا وإيطاليا كان من المفترض ان يصلوا الى النهائي. واعتقد ان اسبانيا قامت باداء رائع في هذه المباراه، لكن الحظ ابتسم لايطاليا بضربات الجزاء. تجربه لويس انريكي هل بترى او بتقيمها على انها تجربه ناجحه، وهل تتوقع او تنتظر انه يستمر مع منتخب اسبانيا في اعاده بناء جيل جديد للمنتخب الاسباني، ام انه مرحله لويس انريكي لابد انها تنتهي وتبدا الكره الاسبانيه في مرحله جديده؟ أعتقد أن لويس إنريكي بدأ بناء فريق شاب، جيل جديد، توليفة قوية جديدة، منها فيها لاعبين بأسماء زي بوسكيت وبيدري وموراتا. أعتقد في وجهة نظري أن هم هيكونوا المستقبل لإسبانيا، لكن لبعض الوقت وبالرغم من المعارضة للصحافة والنتائج اللي هي كانت مقاربة جدا لنتائج جيل تشافي وأنيستا، لكن أعتقد أن احنا لازم نديهم شوية ثقة لنبني فريق قوي. حتى ان احنا وصلنا الى نصف النهائي وخرجنا مرفوع الراس. بعيدا عن المنتخب الاسباني، مين هو المدير الفني الافضل من وجهه نظرك في بطوله اوروبا؟
hombre, yo creo que de los dos finalistas. اعتقد ان المدربين الاثنين اللي وصلوا للنهائي هما مدرب ايطاليا روبرتو مانشيني وانجلترا جاريث ساوثجيت هما افضل مدربين لكن احب ان اضيف اليهم لويس انريكي لانه مدرب شجاع وبافكار واضحه استطاع ان يصل الى نصف النهائي بفريق شاب ذو خبرة وكان عنده ثقة كبيرة في فريقه وفي الشباب الذي يلعب معه على المستوى الدولي. بعيدا عن المنتخب الاسباني هتنقل معاك للأندية الأسبانية وبداية بما انك كنت مدير فني لأتلتيكو مدريد ازاي شفت او تابعت تتويج الأتلتي ببطولة الليجا الموسم الأخير؟ كان الحافز ان هو يقول ان لويس انريكي او يحط لويس انريكي بين الاثنين او مع الاثنين اللي وصلوا للنهائي وان كانت خيبه امله كانت في البرتغال وفرنسا والمانيا. وصلت. نروح لاتلتيكو مدريد وفوزه على حساب طبعا سباق ماراثوني استمر للاسابيع الاخيره لكن نجح في النهايه اتلتيكو مدريد بتتويج بلقب ليجا على حساب برشلونه وريال مدريد. Yo creo que el Atlético de Madrid ha demostrado que puede competir con los dos grandes. أعتقد أن أتلتيكو مدريد كان هو منافس قوي ويقدر ينافس ريال مدريد وبرشلونة. وهو استفاد من سوء مستوى أو انخفاض مستوى برشلونة أو مدريد. واعتقد انه هو يستطيع ان يكسب او يفوز باي مسابقه يدخل فيها وهو يثق طيب هنتظر اجابات سريعه هل انت مع عوده انطوان جريزمان المهاجم الفرنسي مره ثانيه لصفوف اتلتيكو مدريد وتقييمك لتجربه لويس سواريز مع الاتلتي الموسم الاخير؟ أعتقد أن سواريز خبرته كانت قوية وأعتقد أن تجربته مع أتلتيكو مدريد هي إيجابية بالدرجة الكبيرة هو لاعب مقاتل في هذه الحالات دائما اللاعب بيسقط بعد خروجه من فريق قوي إلى فريق أقل لكن هو لاعب مقاتل واستطاع أن يصل بمستوى أعلى جريزمان هناك عوامل يجب النظر إليها أولا اللحظة التي يمر بها اللاعب في الملعب رغبته في البقاء في الفريق الذي يلعب فيه أو تركه كذلك مستوى الفريق الذي يلعب له وكذلك الأمور المادية بالنسبة للاعب أو النادي طيب. يهمني أسمع لكن نوعية جريزمان ديت ما نقدرش ما حدش يقدر يحكم عليها إلا هو نفسه. طيب يهمني أسمع تعليقك طبعا منتخب مصر الأولمبي واجه في أولى مبارياته أو لقاءاته في الأولمبياد طوكيو المنتخب الأسباني إزاي تابعت المباراة ويهمني أسمع تقييم سريع منك لمنتخب مصر. أعتقد أن النتيجة دي هي نتيجة طبيعية بالنسبة لكونها أول مباراة في الأولمبياد أعتقد أن إسبانيا هي كانت الطرف الأقوى الذي يتحكم في المباراة لكن مصر لعبت بطريقة دفاعية وطريقة كومباكت طريقة قوية استطعت ان تبني حوائط امام الهجوم المصري واستطعت ان توقف دفع الهجوم الاسباني عليها واعتقد ان كانت التدخلات من الطرف المصري الانتقادات كلها كانت للتدخلات القوية من طرف الفريق المصري لكن عندما رأيت اعداد اللاعب اعتقد ان هذه التدخلات كانت غير مقصوده وطبيعيه. اعتقد ان مصر لديها الفرصه انها تتاهل
من الأربع فرق في المجموعة، لأنه لديه فرصة واحدة وهي الفوز في المباراة التي يلعبها ضد أستراليا. هل يؤمن دفاعيا ويجب أن يلعب بدون ضغط عصبي عليه ومحاولة خلق فرص؟ والله احنا قلنا الكلام ده برضو، بس مهم الرسالة تكون وصلت. خليني أسألك على جودة اللعب المصري اللي انت تابعته، هل في لاعبين لفتوا نظرك، وهل بتشوف انه في الخامة اللي من الممكن انها تحترف في الدوري الاسباني، في احد اندية الدوري الاسباني على سبيل المثال؟ من غير اي شك اعتقد بعد ما راينا اللاعبين المصريين في الملاعب الاوروبيه، اعتقد ما فيش اي شك ان هم يقدروا يلعبوا في اي منطقه في اي دوري في اوروبا. صلاح ونني اعطوا وجهه جميله للاعبين المصريين، واعتقد ان الموضوع هيبتدي من الاقل الى الاكثر، سيخرج لاعبين كثيرين لروما لتشيلسي لفرق اوروبيه كثيره. بمناسبه كلامك عن محمد صلاح، يمكن بعض التقارير اللي رصدت او اتكلمت على رغبه كارلو انشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بالحصول على خدمات محمد صلاح وانتدابه للريال، رايك في ده، وهل انت مع فكرة انضمام صلاح للريال ولا تفضل بقائه في ليفربول؟ أعتقد أن صلاح من أفضل اللاعبين في الوقت الحالي، وبيلعب في فريق من أفضل فرق العالم في ليفربول، لكن يدرس ويرى الموضوع بحرفية إذا كان سيترك فريقه أو ينضم لفريق آخر. المشكلة ستكون الآن هي مشكلة ليفربول، حيث أنه سيخسر قوة أو لاعب قوي جدا إذا انتقل إلى ريال مدريد. المشكلة هي تكون لصلاح إذا كان عاوز أو مش عاوز، إذا كان يريد أو لا يريد. لازم طبعا يكون برضه هو منتظر لعب بطريقه مختلفه في الريال مدريد. خوسيه مرسيا المدير الفني السابق لاتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا وظهورك معانا على شاشه النادي الاهلي. فاصل ونستقبل نجم من نجوم النادي الاهلي، كلام كتير مش بس الحقيقه على ماتشات الاهلي اللي جايه ومشواره في الدوري، لكن كلام كتير كمان على مواجهه منتخب مصر الاولمبي مع استراليا، واللي يمكن فتحنا الكلام فيها مع خوسيه مرسيا، هيكون مع نجم النادي الاهلي السابق كابتن ماهر همام ضيفنا في السادسه بعد الفاصل.